مرحبا بيك من نيسي الكل. فشل النجم الرياضي السياحلي في التأهل إلى الدور النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله السلبي مع ضيفه الزمالك المصري بملعب أولمبي سوسة ضمن لقاء إياب الدور النصف النهائي. وكان النجم قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 0-0، وهو الهدف الذي رجح كافة الفريق المصري. للإشارة فإن النهائي سيجمع نهضة بوركينا المغربي والزمالك المصري. حظ أوفر للنجم الرياضي الساحلي. ما تنسى جيم عن فيديو أبوني عشان يكون ممتعنا.